أسعد الله أوقاتكم متابعينا الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين 27 حزيران يونيو طبعا القمر اليوم استقر في برج الجوزاء والآن موجود في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يمكث القمر في هاي المنزل لغاية الساعة تسعة وثمانية دقيقة صباحا من صباح يوم الاثنين بتوقيت جرينتش لا ينتقل بعديها القمر لمنزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء بما أن القمر موجود في برج الجوزاء معناته في هاي الفترة مننشط في اتصالاتنا نشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في هاي الفترة بأفكارهم تصرفاتهم طبعا أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال بهاي الفترة علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا الإنضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الإنضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا الفلكية البطيئة طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة ظهرت على الساحة هي زاوية تسديس إيجابية بين الزهرة وبين المشتري يعني زاوية ممتازة جدا على أمور التجميل أو الأمور اللي لها علاقة ببعض الجماليات طبعا هاي زاوية تأثيراتها القوية هي من اليوم اللي هو 27 ستة لغاية يوم واحد سبعة أما بالنسبة لذروتها فذروتها يوم 29 ستة وعادة عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك وهذا الشيء بيسهل التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم كمان بتسهل عملية إقناعهم حتى وإن كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية اللي بين الشمس وبين المشتري طبعا هاي تأثيراتها حكينا من يوم 24 ستة لغاية يوم 3 سبعة هاي الزاوية حكينا وبنعيد ومنكرر إن الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال المضاربات المالية والأسهم والبورصة كل الأمور هاي بدهم يركزوا بشكل جيد في هاي الفترة وما يعتمدوا على الحظوظ لأنها هاي الزاوية هي بتبدد الحظوظ في أي مسعى منقوم فيه كمان بتخلينا نبذر أموالنا وغالبا في هاي الفترة بصير بعض الفشل في الأمور المالية أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم راح تتشكل طبعا في عنا زاويتين زاوية مع القمر اللي هي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين عطارد وهاي ذروتها الساعة سبعة وواحد وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش. طبعا هي تأثيراتها رح تبدأ من ساعات تقريبا الفجر أو ما قبل الفجر يعني بعد منتصف الليل بشوي ورح تستمر لغاية ما بعد العصر. فعشان هيك اليوم نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة. أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس الإيجابية البطيئة اللي بين المريخ وبين زحل فاليوم ذروتها الساعة عشرة وثمانية وعشرين دقيقة مساء بتوقيت غرينتش طبعا هاي الزاوية بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بالتغلب علي العقبات وتجاوزها وخصوصا في أعمالنا ومشاريعنا. بالنسبه للاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسيه واللي لازم نوفر لها العنايه الاضافيه ونبعد عن العمليات الجراحيه اللي تتعلق فيها وما دون هاي الاعضاء مسموح ويوصى باجراء العمليات الجراحيه وما في اي مشاكل اليوم الاعضاء هي الكتفين والذراعين اليدين الجهاز التنفسي أنابيب الشعب الهوائية والرئتين الوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي العصبي والحركة والشعيرات الدموية ونظام التبادل هدولا ابعدوا عن العملية الجراحية فيها إن أمكنكم طبعا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن لا يصلح للقص العلاجي لسه ما دخلنا في فترة القص العلاجي يصلح لقص الشعر التجميلي الصبغ الحنة الأمور هاي ويصلح لإزالة الشعر الزاد بالنسبة لخلو المسار القادم طبعا بما أن القمر موجود في برج الجوزاء اللي هي فترة الانتقال ما بين برج الجوزاء للسرطان لبرج السرطان فهي تسمى فترة خلو مسار راح يكون يوم الثلاثاء 28 وعشرين ستة بيبدأ خلو المسار في تمام الساعة 2:38 وثمانية وثلاثين دقيقة صباحاً بتوقيت غرينتش، وبيستمر حتى تمام الساعة عشر وثلاثة وخمسين دقيقة ظهراً ليستقر القمر بعدها في برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم من حسار الهلال عمره سبعة يوم في تمام الساعة اثناش وحداشر دقيقة بعد منتصف الليل تصير 28 يوم نسبة الإضاءة بتصير ثمانية في أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم، الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة منتحسي بنسبة عشرة في القمر في الجوزاء حتى يوم ثمانية وعشرين ستة طبعاً هو سعيد بنسبة مية في ساعات الصباح بتنزل نسبة السعود إلى 60% في المية مستمرة. بهاي النسبة لغاية ساعات العصر بعدين بترتفع لسبعين في المية سعادة بالنسبة لعطارد في الجوزاء حتى يوم خمسة سبعة هو الآن سعيد بنسبة خمسة في المية ولكن في ساعات المساء بعد المغرب تقريبا بصير سعيد بنسبة خمسة وأربعين في المية الزهرة في الجوزاء حتى يوم 18 سبعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المريخ في الحمل حتى يوم 5/7 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 28/7 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23/10 منتحس بنسبة 40% اورانوس في الثور حتى يوم 24/8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت طبعا لغاية الغد وغدا 28 ستة رح يبدأ في عملية التراجع هو اليوم سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجذب يتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لمواليد برج الحمل طبعا اليوم استقر القمر في البيت الثالث اللي هو في الجوزاء فعشان هيك اليوم النشاط راح يكون أكثر من يوم أمس اليوم راح تنشطوا بالسفر القصير بالاتصالات بالحوارات بالنقاشات عندكوا سرعة بديهة عالية جدا وقدرة على الإقناع عالية جدا فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات طبعا على أنواعها. اهم شيء انك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونه والدبلوماسيه في التفاوض يعني ما تنغر بحالك وتعصب بدك تضبط اعصابك واليوم راح تكثر عندك الزيارات والتنقلات والمناسبات ايضا برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور طبعا القمر موجود في البيت الثاني اللي له علاقة في الأموال فعشان هيك اليوم فرص مكاسب المالية وخاصة اللي بتيجي من عمل إضافي أم مستردات هبات دعم هاي اللي اليوم راح تتميزوا فيها راح تنهمكوا في ضبط ميزانيتكم أهم إشي إنكم تتجنبوا النفقات لأنه حكينا إنه في زاوية فلكية بتأثر على النفقات بتخليك تصرف بدون حساب ممكن تقلق بشأن مصاريف لتصليحات أو لاستحقاقات مالية أهم إشي إنكم تتجنبوا نزوات التسوق وحاذروا من تهديد الاستقرار المالي ببعض التقلبات بتنشغلوا بمسائل مالية متنوعة يعني اليوم برضو رح ينفتح لكم مجالات أقوى بالأمور المالية والحظوظ أكثر برج الجوزاء بالنسبة لمواليد برج الجوزاء طبعا اليوم القمر صار موجود عندكم معناته اليوم عندكم قدرة عالية على مواجهة مشاغلكم وبتقدروا تنجزوا الكثير من أعمالكم وراح تلمسوا انفراج وبترتفع معنوياتكم بشكل ملحوظ. كمان اليوم راح تكون ملفت بال ملفت بالانتباه للجنس الاخر بشكل كبير اليوم راح تواجه الواقع ولكن لازم تواجهه بمنطق وعزيمه ورح تتلقى جواب في هاي الفتره او تتوضح لك بعض الامور اللي كانت غافله عنك في الايام الماضيه واليوم برضو في فرص كبيره للقاء او مرحله جديده بتتعلق في الايام القادمه برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعا لغاية يوم الغد ظهرا لا تبلشوا يعني شوي تتحسن الأمور عندكم لأن القمر استقر في بيت متاعبكم في الجوزاء وهذا الشيء متعب هاي دورة فلكية كل ما إجا القمر على بيت المتاعب بيضغطكم فعشان هيك اليوم بنال التعب منكم لليوم الثاني على التوالي، فعشان هيك بدكم تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل، تنتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم، ابتعدوا عن الأجواء الصاخبة والمشحونة بالإنفعالات، وحاولوا إنكم تاخذوا قسط من الراحة، لأنه اليوم ممكن إنك تعيش لحظات شوي فيها نوع من أنواع الصعوبة، وحاذروا من الفشل والالتباس أو من التراجع الصحي. برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا القمر الآن استقر في بيت النشاط الاجتماعي وبيت الأصدقاء فعشان هيك اليوم راح تنشطوا اجتماعيا وراح تلتقوا الأصدقاء أو أصدقاء قدامى يظهروا على الساحة أو تتلقى بعض الاتصالات وهي فترة مناسبة لطلب استشارة أو للتأييد من بعض الأشخاص اللي أنت بتعرفهم أو دعم أو واسطة أو شغلات زي هيك فعشان هيك يعني بدك تحاول أنك تنجز أعمالك بشكل كامل دون تدخل أي شخص معك حاول أنك تستشير أهل الاختصاص بتطمئن مخاوفك وبتفرح لحمل التأييد ودعم لقضيتك أهم شيء أنك ما تستسلم بل تفاءل بالخير وحاول انك تتمم لقاءاتك اليوميه برج العذراء بالنسبه لمواليد برج العذراء طبعا القمر الان استقر في بيت السمعه يعني بيتكم العاشر يعني تربيع مع برجكم هذا الشيء بيعطي ايجابيه وبيعطي سلبيه فعشان هيك اليوم بدكم تحافظوا اهم شيء على سمعتكم بدون مغامرات ولا مجازفات ولا اي شيء في مخالفات للقوانين وانجزوا يعني انجازاتكم بدكم تحاولوا انكم تتمموها وتحافظوا عليها خصوصا في مجال العمل قدموا افضل شيء عندكم اليوم وخصوصا في مجال عملكم امام المسؤولين وحاولوا انكم تنجزوا كل شيء اكون على قدر المسؤوليه وما تتردد بطلب راي او مساعده من احدهم ودع خجلك جانبا وعبر عن ارائك بثقه وجراءه وتجنب الكلام القارص برج الميزان بالنسبه لمواليد برج الميزان طبعا القمر اليوم في بيت قوي جدا بالنسبة لإلكم اللي هو البيت التاسع اللي هو له علاقة بالسفر البعيد والعلاقة مع الأجانب الأوراق المعاملات القانونية معاملات الهجرة برضو اليوم اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة يعني شوي في بعض الزوايا ممكن تأثر عليك فعشان هيك بنقول لك هي ممتازة ولكن حاول انك تستعد بشكل جيد ما تعتمد كثير على الحظ هاي فترة حافلة بالنشاطات وحاول إنك تبحث عن الحلول اللي بترضي الآخرين ممكن تضطر للتراجع عن موقف ما وبتكثر عندك الانشغالات الإدارية وحاذرو من المتاعب الصحية لا ما في خطر على المتاعب الصحية ولكن هي نوع من أنواع التنبيه ولكن إجمالا هذا يوم إيجابي لازم تتحرك بكل الاتجاهات على أساس إنك تحصل منه مكاسب. برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب طبعا القمر في البيت الثامن اللي له علاقة بالاموال المشتركة ومعنى اموال مشتركة يعني الاموال اللي ما بتعود لك لحالك في معك شريك فيها ممكن قرض بنكي تامين ضريبة ميراث هاي كلها اسمها اموال مشتركة حتى اموال الزوج اموال مشتركة فنشاطك راح يكون على هاي الأمور بتقدر اليوم تدخل التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وبتقدر تسارع لترتيب أوراقك وملفاتك بتحتاج لخبرة أحدهم لإنقاذك من ورطة معينة فعشان هيك بدك تراجع قبل توقيع على أي ورقة بدك تراجع أهل الاختصاص حاول إنك ما تبقى وحيد ما تتقوقع على نفسك شارك في كل النشاطات بادر لتصحيح الأخطاء أهم شيء اليوم يعني ما تتخذ قرارات مالية. برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس طبعاً اليوم القمر موجود مقابلكم تماماً وهذا شيء بيعطيك إيجابية من ناحية وسلبية من ناحية أخرى. لأنه بسحب من طاقتكم شوي اليوم بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء شراكات العمل العاطفية علاقتكم مع الأزواج مع الخاطبين برضو بيقدروا يعززوا علاقاتهم بدون فرض السيطرة وبدون مشاكل هاي فترة شوي صعوبتها أنها بتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات وبتعيشوا لحظات صعبة ومحرجة ممكن تعاكسك الظروف أو تظهر بعض المعاكسات خلال هذا اليوم الأهم شيء أنك ما تخالف القوانين ما تكون ساخر وما تدخل بمواجهات لأنه أنت الحلقة الأضعف اليوم وأنت اللي راح تكون خسران برج الجديد بالنسبة لمواليد برج الجدي طبعا القمر صار موجود في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل والصحة فاليوم تقدروا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وأهم شيء إنكم تنتبهوا على صحتكم في بعض مواليد برج الجدي ممكن عنده مراجعات طبية أو فحوصات أو أدوية أو رح يهتم بصحته عشان هيك بنقول حاضروا من أي إشارة صحية راجعوا فيها الطبيب إذا كانت غريبة وأهم شيء إنك تباكر لعملك وحاول إنك تترك مساحة للغير للتحرك بدون ما تفرض سلطتك على زملائك بالعمل باستطاعتك حسم الأمور لصالحك واتخاذ قرارات جريئة إذا كنت مستعد لذلك برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو طبعاً اليوم يعتبر من الأيام المميزة جداً ليش؟ لأنه القمر صار موجود في البيت الخامس فعشان هيك اليوم ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفياً ومالياً وبتكثر عندكم التنقلات والزيارات أو الاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبياً ممكن تعيش فرحة ونجاح ولكن ممكن تضطر لمساعدة أحد أولاد أولادك أو أحبائك وممكن يفاجئك أحدهم بالوقوف لجانبك فالأجواء جيدة جدا على المستوى الحظ مستوى العاطفي المستوى المالي زي ما حكينا على بعض مواليد برج الدلو ممكن يهتموا بأمور التجميل برضو هاي فترة مناسبة جدا لاتخاذ هاي القرارات برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت طبعا القمر في البيت الرابع يعني تربيع مع برجكم يعني زاوية صعبة شوي فيها بعض الضغوطات ولكن اليوم راح تنهمكم بأمور لها صلة بالبيت والعائلة ترتيبات وتصليحات صيانة مناسبات لقاءات أشياء من هذا القبيل أهم شيء أنك تخصص وقت مهم لعائلتك ولشؤونك الخاصة ما تتهرب منها ما تتسرع في الحكم على الأمور وعلى الأشخاص اليوم ممكن حساسيتك شوي تكون زيادة في بعضك رح يعاني من سوء تفاهم أو شك خلال هذا اليوم فعشان هيك ما تسمح للشك أنه يتسلل لك كون مرن وكون هادئ جداً هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء